لم يكن ملف تأليف الحكومة في حاجة لعطلة عيد الأضحى كي يدخل رسمياً في مرحلة سبات عميق وجمود وربما ترحيل إلى أجل غير مسمى، فالتأليف متوقف عملياً ومعطل منذ الزيارة الأخيرة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدة وتقديمه تشكيلته الوزارية إلى الرئيس العماد ميشيل عون. وفي حين يبدو مستبعداً تحقيق أي تقدم أقله راهناً، برزت معلومات تتحدث عن احتمال استقالة الوزراء القريبين من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر إذا ما استمر التأخير في تشكيل حكومة جديدة وبقيت المواقف على حالها حتى انقضاء ولاية الرئيس عون. المعلومات غير دقيقة، لأنه ما فيك بحكومة تصريف أعمال تحكي عن الاستقالة، ما هي بحكم المستقيلة. هلأ بيبقى المغزى أنه لا فريقنا السياسي ولا فخامة الرئيس رح يوقفوا مكتوفي الأيدي إذا شعرنا بوقت معين أن الوقت عم بمر وفي مماطلة مقصودة. نحن ما بنقبل ولن واقع يتعاطوا معنا مثل كأنه بآخر العهد نحن فريق انتهى. نحن لا بدنا نضغط على الشعب اللبناني، ولا بنظرنا هو وسيلة الشعب اللبناني لنضغط عليه أو نضغط بواسطته على اللي بالسياسي عم بيواجهونا. فإذا هيدا خيار بحطه مستبعد بين الخيارات، ولو يمكن بيجي بوقت كتير متأخر. برجع بكرر، بعد عملنا كنواب، بعد عملنا كقوة شعبية، بعد عمل فخامة الرئيس والوسائل اللي بين إيدي، يمكن هيدي بتجي بآخر المراحل. قد تكون هذه الخطوة في نظر البعض أسلوب ضغط جديد على رئيس المكلف كي يأخذ بعين الاعتبار مطالب هذا الفريق من حصص وزارية وتوزيع طائفي، لسيما اقتراح الرئيس عون توسعة الحكومة وجعلها ثلاثينية. الأكيد أنه لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هيدي المماطلة والتأخير. لا، نحن منا بحاجة لمناورة لحتى نطلب شو المنريد أو نحصل على البدنيه. نحن برجع بقول بموقع القوة. هلأ تحديدا بالنسبة لأي وزارة، أول شيء بعد لهيدي اللحظة ما طلبنا شيء من حدا ولا فتحنا هيدا الموضوع، ومش بهيدي الطريقة عم نقارب الموضوع. ما بيتعامل رئيس الجمهورية حتى لو ما عنده قوة سياسية بهيدي الطريقة، أو بينقبل أنه يصفي التعاطي معه على هيدا الأساس. شريك أساسي بتشكيل الحكومة ما بينقل له مثل بطريقة من كيرمك من سيرك شو هو عم يشحد اسمه اسمين وثلاثة أو وزارة ووزارتين. في الحالات الطبيعية الانسحاب من الحكومة حق دستوري، ولكن هل يمكن قانونا الاستقالة من حكومة تصرف الأعمال وتعتبر بحكم المستقيلة؟ ولا إمكانية لأي وزير في حكومة معتبرة مستقيلة تقديم استقالته منها مجددا. فاليوم الوزراء يصرفون الأعمال بالمعنى الضيق وجل ما يمكنهم أن يقدموا عليه، إما أن يتقدموا بطلب إعفاء من مهامهم إلى رئيس الدولة على أن يقبل رئيس الجمهورية هذا الإعفاء بالاتفاق مع رئيس الحكومة ويعينا معا وزراء بدلاء عنهم من ضمن التشكيلة الحكومية نفسها، وهذا ما جرى مع معالي وزير الخارجية شرب الوهبي بتاريخ 19 أيار 2021 حين عين مكانه الوزيرة زينة عكر، وإما أن ينقطعوا وبقرار أحادي عن تصريف الأعمال، وعندها يمكن لمجلس النواب أن يلاحقهم بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عملا بأحكام المادة 70 من الدستور لاعتزالهم مهامهم بقرار أحادي مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من نتائج وآثار. إذن الدستور واضح، أما في السياسة فالأنظار تتجه إلى كيفية صرف هذا الموقف وبلورته في القادم من الأيام. دارين دعبوس، قناة الجديد.